السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في القناة. في هذا الفيديو اليوم غادي نشارك معكم ان شاء الله واحد الطريقة اللي بسيطة وفقط من الهاتف، كيفاش يمكن لكم انكم تقوموا باخفاء عدد المشتركين في القناة ديالكم. خليكم معي حتى الاخر الفيديو. وغنبداو باول خطوة كتقوموا بها، كتدخلوا المتصفح ديال جوجل كروم، اعلى الشاشه كتحاولوا انكم تكتبوا هذه الطريقه m.youtube.com. ضروري خاصكم تدخلوا من جوجل كروم باش يمكن لكم انكم تخفيوا عدد المشتركين بكل سهوله. دونك كتدخلوا اول شيء youtube.com وكيدخل لينا اليوتيوب. ثاني خطوه اننا كنقوموا بالضغط على هذوك ثلاث نقاط، من بعد كنهبطوا لاسفل الشاشه فيرسيون بور اورديناتور، او الا كانت لكم باللغه العربيه فانتوما يعني كتحولوا كانكم كتستخدموا الحاسوب، كتضغطوا على هذاك الزر، ومن بعد كتظهر لينا الشاشه بهذا الشكل وكاننا يعني كنستخدموا اليوتيوب من الحاسوب ديالنا كيف ما قلت لكم يعني، وكنحاولوا كنمشيو لهاد البلاصه. بعد ما قمنا بالضغط عليها كتظهر لينا الشاشه على هذا الشكل، كنقوموا بالضغط على فوتغ شين، او الا كان عندكم باللغه العربيه فغتضغطوا على القناه ديالكم. غادي تظهر لكم القناه ديالكم بهذا الشكل، عندنا جوج خانات في الازرق كيف ما كتلاحظوا، وكنضغطوا على بيرسوناليزي لا شين. من بعد ما كنضغطوا عليها غادي تظهر لنا على هذا الشكل. غادي نعاودوا نقوموا بنفس العمليه باش يظهر لنا بحال كنخدموا يعني من الحاسوب ديالنا، نفس العمليه قمنا بها، وغادي تشوفوا اشنو غادي يطلع لنا في الصفحه. من بعد ما ظهرت لنا بهذا الشكل غادي نهبطوا لاسفل الصفحه، وغادي تلاحظوا معايا الخانه اللي كاينه في الاسفل، اي خانه الاعدادات. من بعد ما ضغطنا عليها غادي تظهر لنا على هذا الشكل كيف ما كتلاحظوا. غادي نهبطوا لثاني حاجه اللي هي لاشين، اي القناه، غنضغطوا عليها، ومن بعد غادي ندوزوا لبارامتر افونسي. من هنا باش غادي نقومو يعني باخفاء عدد المشتركين بالقناه، كنهبطوا لتحت، كنحاولوا نهبطوا الشاشه حتى الاسفل، غادي نلقاو نومبغ دابوني، اي عدد المشتركين مكشوفه، طاليا باش تبقى الخانه فارغه. ومن بعد كنديروا انغوجيستري، وبهذه الطريقه غنكونوا قمنا باخفاء عدد المشتركين. كيف ما كتلاحظوا الطريقه بسيطه وفقط من الهاتف ديالكم بامكانكم تخفيوا عدد المشتركين. كنتمنى من الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجاب ديالكم، والى فيديو مقبل ان شاء الله.